والصراحه نقول لك والله قسم بالله ما نكذبش عليك، انا يلاه يلاه دابا انا قلت لك هضرت مع مرتي في التليفون اسمعوا اخواتي شفنا الاستقبال تبارك الله اللي صبغ اسمعوا دابا تهضر معك ولا جيت بوش قسم بالله شي زعما راجي شوك انا مش داكشي ديال البارح داكشي الاستقبال والناس كيفاش تعاملوا معنا والبوليس كيفاش تعاملوا معنا والله العظيم الا الصراحه كنت نقول لك انا الصراحه الى عيني غرغر قسم بالله تنشوف الحمد لله الناس هنا في الجيري دابا تنشوفوا تبارك الله تنشوفوا الدراري كيفاش دايرين شبان نقيين دراري واعيين قارين كيفاش يهضروا كيفاش يتكلموا كيفاش تقبلونا لا في لي ريستورون الريستورون ما تيخليوكش كاع ما تيخليوكش تبقى كبيره وتشكركم بزاف 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 الشعب الجزائري والسلطه الجزائري تنشكرهم اكثر من الجد راه من ناحيه الاقامه حنا ساكنين مزيانين تناكلوا مزيان في لي ريستورون والماكله مزيانه زعما اللي تلاقيتي معاه من هنا تقول لك مرحبا بك مرحبا بك مرحبا عرفتيك مرحبا بك راه عرفتي فما تدوز مرحبا بك عرفتي راه والله العظيم الا الله يرحم والدين الله يجزيكم بخير وشكرا بزاف على هادشي.